بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، سلام من الله عليكم متابعي قناة مستر نور المعلومات. حلقة جديدة سوف أتحدث فيها عن تطبيق بسيطة يمكن أنه سوف يعجبك كثيرا لو كان على هاتفك الأندرويد. أولا قبل أبدأ في الشرح، لو كانت لك أول مشاهدة لقناتنا مستر نور المعلومات، لا تنسى الضغط على زر الاشتراك أسفل هذا الفيديو وتفعيل مع خاصية الجرس. جميع روابط التطبيقات تقوم بتحميلها أيضا أسفل هذا الفيديو من موقع مستر نور للمعلومات. كثير من الناس يستعمل التورش أو الضوء الذي يكون على هاتفه بهذه الخاصية، يقوم بتنزيل الأسفل ويضغط عليها ليقوم بفتحه، ولكن الآن في طريقة أو يعني يوجد شرح جميل، يعني مباشرة ما أن تسحب هاتفك من الجيب تقوم مباشرة يعني إشعال هذا الضوء بدون يعني استعمال أي شيء آخر. بهذا التطبيق البسيط تضغط عليه هكذا enable check. check هو يعني الخاص ب يعني استعمال هاتفك. تضغط من هنا سوف تستعمل تورش هكذا عادي جدا كما تلاحظ، وأيضا إذا قمت بتحريكه سوف تقوم بتشعيله هكذا مباشرة. يعني ما أن تقوم سحب هاتفك من جيبك حتى ولو كان في وضع المغلق تقوم هكذا يفتح لك الضوء، يعني تستعمله في الظلام. وقع منك شيء أردت أن تقوم برفعه هكذا بهذا الشكل وبعدها تقوم بتحريكه مرة أخرى سوف يتوقف مع هذا التطبيق البسيط الذي سوف يخبرك كما خبرتكم. تقوم بتحميله أسفل هذا الفيديو، توجد عليه بعض الإعدادات هنا يعني الفيبريشن إذا قام باستعماله هكذا، ترى هذه الإعدادات التي تكون عليه vibration sensitive، يعني كم تكون مجرد الاحتكاك أو يعني التحريك ليقوم ب يعني رفع الضوء. مثلا نقوم بوضعه هكذا بهذا الشكل أو هكذا، يعني ما تحرك في الخفيف فقط سوف يشعل معك وهكذا يقوم بإيقافه. هو تطبيق رائع، أتمنى منكم أن تقوموا بتجربته لأن الكثير من الناس يحتاج هذا التطبيق أن يستعملونه هكذا كما تلاحظ هكذا يقوم بإيقافه مباشرة رفعه، يعني يقوم بوضع الضوء أو الطورش خاصة بهاتفك. الآن يعني تقوموا بتجربته كما أخبرتكم هذا التطبيق، أتمنى أن قد ينال إعجابكم. لو نال إعجابكم لا تنسوا نشره حتى تعمل فائدة بيننا، وكما أخبركم دائما لو كانت لك أول مشاهدة على قناة مستر نور المعلومات لا تنسى الضغط على زر الاشتراك تفعيل مع خاصية الجرس ليصلك كل ما هو جديد. حتى الآن لا أطيل عليكم أكثر من هذا، سوف أضع لكم بعض الدروس أسفل هذا الفيديو إذا أردتم مشاهدته أو بعض التطبيقات أو حيل على هاتفك الأندرويد، سوف أكون سعيد جدا بيعني ملاحقتها أو مشاهدتها، وأي استفسار لا تنسى وضعه في التعليقات وسوف أقوم بالإجابة عليه. لا أطيل عليكم أكثر من هذا، أستودعكم في الله الذي لا تضل ودائعه، وسوف أضرب لكم موعد آخر في حلقات قادمة بإذن الله سبحانه وتعالى. مع السلامة.